أهلا بكم. بين 40,000 و 50,000 هو عدد القضايا المرفوعة من وعلى ليبيا وفق ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2020، وهو عدد كبير جدا وفق ما ذكره، وراجع لحالة التخبط للحكومات المتعاقبة وقراراتها الصادرة دون دراسة للآثار المترتبة عنها. الديوان لاحظ أن عدد المنازعات الخارجية التي تباشرها إدارة القضايا عن طريق مكاتب محاماة دولية ارتفع وبلغ 55 قضية ضد الدولة، بينما بلغ عدد القضايا التي رفعتها ليبيا 11. التقرير ذكر أن السبب وراء ارتفاع الدعاوى ضد الدولة يعود لتواطؤ أطراف ليبية مع بعض الخصوم لتحصيل مكاسب شخصية، كما يعود لعدم مراجعة الاتفاقيات الدولية والتجاوزات التي تقوم بها السفارات في الخارج ومباشرتها للقضايا بمنأى عن إدارة القضايا صاحبة الاختصاص. أيضاً يعود السبب لإبرام محاضر صلح بالمخالفة للتشريعات، إضافة إلى الإفلات المتكرر من العقاب للمتسببين في هذه القضايا. كما ذكر التقرير ضعف أداء المؤسسات الحكومية وإهمالها لحقوق الدولة وزيادة المرتبات لبعض الموظفين والعاملين دون وجود مخصصات في الميزانية العامة. ودعا الديوان للتنسيق بينه وبين إدارة القضايا لتحديد الثغرات القانونية بالتشريعات، إضافة للتنسيق بين الإدارة ووزارة الخارجية فيما يتعلق باختيارات القضايا الدولية.